يلي ما بتعرف حدود، مثل نجومية يلي ما بتعرف تعب، مثل الموسيقى والأغاني واللوحات الاستعراضية الحلوة، مثل ستار أكاديمي. العد العكسي بدأ والمنافسة عم تصعب أسبوع ورا أسبوع. اللقب صار قريب وكمان جايزة $100,000 تقدمي تويوتا إيجيبت. بهالمرحلة الكل ربحان، الطلاب ربحانين محبتكم ودعمكم يلي ما بيتوقف. لكن دينا ورافائيل الليلة بدائرة الخطر، الاثنين شاطرين ومنحبهم كتير واثنيناتهم بيستاهلوا فرصة تانية. وانتو الليلة وحدكم يلي بتقرروا، فما تترددوا تصوتوا وتخلوا نجمكم يلمع. الطلاب ما بيناموا بالأكاديمية وما بيخلوا الناس ببيوتها تنام، فشو تسجل هالأسبوع من أحداث نعرف بهالعناوين؟ الأسبوع الأول من السنة الجديدة، كيف أمضاه الطلاب داخل الأكاديمية؟ أبرز أحداث الأسبوع نستعرضها في هذه العناوين. الأكاديمية تودع إيهاب. اسمعوني، هتوحشكم. الطلاب يستقبلون السنة الجديدة بعطلة على الثلج. حنان ضحية مقالب رافائيل. هادي شرارة، يوم ليك ويوم عليك. ناقصوا كاريزما، كاريزما مش موجودة. أنا بالنسبة لي ما عم لاقيها معك على المسرح. برافو 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 برافو. أكيد أنا شخصياً ما شفتك لبق على الغنية، هذا اسمه مغنى بلا طعمة من أول غنية للآخر. أنا عارف إنك أنت عيانة. برافو برافو. غناء المرشحات يجمع الطلاب في صف كارلا. غني شوي شوي، غني وخدعي. افتتاح مطعم جديد داخل الأكاديمية. تحية كبيرة وأهلا وسهلا فيكم، مطعم شباب لبلب لبابا مع مدير الستارة محمد عباس. احتجاجات ومظاهرات داخل الأكاديمية مع بداية العام. كنت له يا رب عمرك يطول وتدينا الهدايا والسوشيال ميديا. هدايا المعجبين تملأ الأكاديمية. كتير حلو كتير. يا عقد يا عقد. درة قيد التحقيق بعد وقوع جريمة داخل الأكاديمية. والله بريئة يا بيش اللي حلقت فيها قلبي ما بيحمل. رافائيل يقلد لسلي عقل وميلاد حتشيتي. صوري دينا، صوري حنان. يلا شفافك لقدام. تلك كانت أبرز العناوين. الليلة سهرة جديدة، فما هي الأحداث التي ستخبئها؟ مساء الخير لمديرة الأكاديمية، مساء الخير لعرابين وأساتذة الأكاديمية. بونسوار هيلدا. كلوديا مساء الخير. بونسوار. الطلاب بلش نجمهم يلمع أكثر وأكثر، وكل مزبوط. طالب عنده معجبينه، قد ايه مهم محبة الناس للطلاب؟ كثير، مش بس لأنه هون في تصويت، لأنه بس يظهروا لبرا، المحبة مهمة، بس المحافظة على هالمحبة هي المهمة، لأنه بسهولة فيك تجمع الناس حديك، بس كمان بسهولة فيك تفقديهم، مشان هيك على طول نحن كلنا بنحكي معهم بهالموضوع. كيف بدهم يحافظوا على محبة الناس. نعم. مزبوط. شكرا لك كلوديا. المنافسة الليلة قوية، لكن ليلتنا كمان كلها حيوية وحماس بوجود ضيفتنا يلي رح تملي المسرح فرح. رحبوا معي بالنجمة مايا دياب. We'll be right back.
شكرا هايدي، واهلا وسهلا بمايا دياب ستار اكاديمي الليله. مايا قديش تعطي لهالجمهور يلي بينطرك كل موسم بستار اكاديمي؟ من قلبي بنطر ستار اكاديمي كل سنه. I love you more. مايا نحن كثير مبسوطين بوجودك معنا الليله، واكيد الجمهور والمشاهدين ناطرين اطلالاتك الثانيه كمان. اهلا وسهلا فيكي. بريك صغير مشاهدينا وبعده بنفتتح استعراضات الليله، خليكم معنا. حرام تضيع عمري
ترتاح وكفاية بس يا ريت ترتاح كفاية وسيب قلبك معايا اللي جرحك في البداية مش أنا لتكتمل الصورة بدها صوت وليكتمل المشهد بده مشاعر قوية مثل اللي عيشنا إياها نسيم على مسرح ستار أكاديمي. خطر النومينيشن بعده الخوف الأكبر بالأكاديمية، لكن هالأسبوع درة هي يلي كانت بخطر. أسبوع على غير عادتها، طلت من قفص الاتهام مكسورة وعم ترجف. بريئة يا بي، والله بريئة يا بي، سؤال على اللي علقتي فيها. قلبي ما بيحمل. والله تستاهلي. مش أنا صدقني، أنا ما عملت شيء، درة تتبهدل بعد هالهز كله، درة بإيدي الكلبسة، ليش يا ربي ليش؟ درة اللي كانت تستجوب الطلاب صارت هي اللي عم تستجوب. يا ريت بعرف، فكرك لو بعرف ما كنت خبرتك. أنا لو عندي معلومة صغيرة كنت بسرعة قلت لك إياها. أنا مع الحكومة، أنا مع القانون. درة حاولت تخفي المعلومات عن المحقق مع أنها بتشك بكل الطلاب، فوجهت أصابع الاتهام للكل. والله يا حضرة الملازم بشك فيهم كلهم مجرمين، كلهم ممكن يكونوا قاموا بالجريمة. خليني خبرك، هيدا مروان أكثر من مرة شفته حامل السلاح بالبرام وعم بيغني للسوار، هو ونسيم. ما بعرف إذا كانوا عم بيحضروا لشيء انقلاب. أنا شفتهم ما بيتأمل. ومرة كمان رفيال حمل معهم سلاح. درة اللي كانت تعنف هي اللي عم تتعرض لأقسى درجات العنف. ما ضربتني بس عم تضغط علي نفسيا، عم توجع لي نفسيتي. كمان اللي بعرفه انه حنان ايه بتضل تعمل مشاكل بالاكاديميه، يعني عندها سوابق ما بشيلها من دمتي. ممكن تكون دينا، لان دينا اخر فتره تغيرت، ما عادت مثل قبل، طول الوقت ساكتة كأنها مخبية شيء أو عارفة شيء خطير أو ما بتقدر تحكي، طول الوقت عم تفكر. كل ما تشعر أنه هي بورطة تحاول تورط الطلاب أكثر. أنا بريئة، أنا مع الحكومة، أنا بس بخوفهم، ما بيطلع من أملي شيء. صدقني أنا مرة مسكينة درويشة عايشة كل يوم بيومه، حتى سأل الجيران ولا حدا بيشتكي مني. أنا رح أقول لك إذا اثنين، أنا بقول هايدي هي الراس المخطط واللي نفذ الجريمة محمد عباس. أنا سمعت هايدي بالبرايم عم تحكي مع واحد كلام شفرة وتقول له كيفك أنت ملا أنت، وقال عم بيقولوا صار عندك أولاد، وكانت عم تتفق معه وتقول له هايدي أمي بتعتل همي. من شو بدها تعتل همها لو ما عامل شيء؟ وحتى ما حدا يشك فيها خلت محمد ينفذ الجريمة. هيدا اللص بعرفه يا بيه، والله بعرفه. بعد ما عرفت أنه الجريمة فنية وأنه اثنين من الطلاب ما كانوا قد المستوى ارتاحت وبلغت عنهم. المجرم الأول، كن منصفاً يا سيدي القاضي، إنه من الأول دينا. والله أحسن تستاهلي كل اللي جرالك يا درة في التحقيق. أنا بدأ عليكي من الجمعة اللي فاتت وطلعتيني الجمعة دي، بس أنا عندي محامي زي الفل اسمه أبو فصادة، هيطلعني من الشعرة من عجين كده.
وهتشوفي. المجرم الثاني هلا جاي صالح هلا ودرة راضي لما صار الأمر معلق بإيدين القاضي. سوري تو ليت. النومينيت تاني رافائيل. أحلى نومينيت. تالت مرة عم تجرجين على التحقيق، لك إن شاء الله بيصير فيك أكثر، إن شاء الله بدعوصوكي، بدعوصوكي. صدقت أنا بريئة، يلا فكني. أنا درة ما بستاهل اللي صار معي، أنا بريئة يا بيه، والله بريئة، أنا ما عملتش حاجة، أنا بريئة، ينعن أبو هالعلقة، ولك درة ما رح تستسلم، ورح تحاول تستعيد قوتها وجبروتها الأسبوع اللي جاي. فالله يستر الطلاب. زينات طلعنا انا وياك النومينيت. هيا حبيبي بس كده اوفر اوفر بس براءة ان شاء الله.
بيحبوك الليلة يا دينا، عم بيدعموك ويصوتوا لك. مساء الخير باتي. مساء النور باتي. خلال الأسبوع شرحتوا لدينا سبب تسميتها، برأيك قدرت الليلة تشتغل على نقاط الضعف؟ يعني من زمان عم تشتغل دينا. ستار أكاديمي مثل الحياة، في أوقات أقل بيكون التلميذ محظوظ، أقل أوقات بيكون تعبان ساخن مثل كل يوم بالحياة. فهلأ تخطت المرحلة الصعبة، صار لها صحيح أسبوعين نوميني بس مش حاسينا نوميني أبدا. أنا بالنسبة لي عم تختبر المسرح أكتر وأكتر، عم بتزيد ثقتها بنفسها، عم بتغني احلى واحلى. وهيدي هيدي دينا، هيدي دينا. مش مين ما كان دينا، دينا ملكه المسرح. شكرا لك استاذ الياس. مساء الخير. مساء النور. شو رايك بدينا الليله؟ دينا انا عندي اياها كل مره يس 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 يس. يعني ما بدنا ننجح نشرح كثير حكيت اللازم، بس حقيقة أنا بتمنى يا ريتهم كلهم بيصيروا فودات نمبر 1. شكرا لك. لأنه كلهم منيح. نعم حقيقة. نعم كلهم صاروا منيح. نعم ايه. شكرا استاذ الياس. مدام ميري مساء الخير. مساء الخير. قدرت دينا تقنعك بغناء أو بأداء الليلة؟ قبل غناء وأداء حضورها. نعم. كثير أخذ ثقة بنفسها، ولما بلشت تاخذ ثقة بنفسها تقدمت، فتحت تمها وبأدائها وبكل شيء. شكرا شكرا مدام ميري. خلونا نستقبل رافائيل يلي واقف بدائره الخطر كمان وبيعرف منيح قيمه النطره الليله. رجب الطيارة غير، لارجع بحدك يا المطر، رجب الطيارة غير، وشوف الضيعة من البلور، شاور لك يا لبنية، شاور لك يا لبنية. لا ودع والفي والجار من بعضها طير وعلم، طول عمرك يا طيار تا حتى طير وعلم، لا ودع والفي والجار من بعضها طير وعلم. لا رجع بحدك يا المطر رجب الطيارة بيه، ولا رجع بحدك يا المطر رجب الطيارة. طاير وماني فزعان من هبوبك يا هالريح، شوف بنية وشوف حمدان لا حتى ذا صير منيح. ولا رجع بحدك يا المطر رجب الطيارة غير، ولا رجع بحدك يا المطر رجب الطيارة غير، وشوف الضيعة من البلور، شاور لك يا لبنية، شاور لك يا لبنية. أنا لرجع بحدك يا المطر رجب الطيارة غير، لرجع بحدك يا المطر رجب الطيارة غير، وشوف الضيعة من البلور، شاور لك يا لبنية، شاور لك يا لبنية. الليلة يا رافائيل كل شيء ممكن، والجمهور يلي بحبك عم بيصوت لك ويدعمك. كلوديا
كيف شفتي رافائيل الليلة؟ شو بسترجعوا؟ شوفي رافائيل هو حالة فنية، حالة، حالة خاصة. رافائيل بيشبه حاله. رافائيل كلوديا لحظة لحظة مش عم نسمع هلا عن جديد، خلينا نبلش عن جديد، كيف لقيتي رافائيل الليلة؟ رافائيل أنا بشوفه حالة، حالة فنية، مش أنا بشوفه حالة فنية كلها سوا على بعضها، يعني مش إنه حدا صوته حلو بس ناقصه هيك، عنده هيك بس ناقصه هيك، أنا بشوف إنه فول باكج هو مش بس مش قصة باكج، يعني صار كل الناس بيقولوا باكج، أنا بشوف إنه رافائيل طالع من إحساسه والفنان يلي بينبع من إحساسه مش من برا، بفتكر إنه بينجح وبيوصل لقلوب الناس قبل غيره. شكراً أمير. أيوة. بدي رأيك بمرور رافائيل ودينا الليلة. دينا، دينا كالعادة بتفرد شخص النهاردة. رافائيل دفع جامد انت النهاردة. دينا كعادتها بتفرد شخصيتها على الأغاني اللي بتغنيها، ما بحسش انها بتقلد الأغنية الأصلية. كالعادة برضو أداها بيختلف باختلاف الجمل الموسيقية وباختلاف الكلمات. كانت هايله النهارده، هي بقى لها شويه مركزه والكيرف ما شاء الله في العالي. يعني هقول رافائيل، مش عارف اتكلم فاعلق من غير ما اقول اسمه. عجل على السريع قبل ما يبلش. رافائيل في النوع ده من الاغاني الريتميك السريعه نجح فيها بشكل كبير، سواء الاغنيه اللبنانيه او حتى لما غني اغاني شعبي مصري. هو بيحب المنطقه دي، دمه خفيف فيها، حضوره قوي، انا بحبه على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني. ميرسي. كان هاي اداؤه كان ممتاز النهارده، وكان في حضور، كان في مره نومينيشن، كان خايف شويه النهارده، كان فاكك ومرتاح. نعم. وربنا يوفقهم الاثنين، كانوا كويسين النهارده. شكرا امير، شكرا لكم، شكرا رافائيل. على كل حال وحدكم مشاهدينا بتحسموا النتيجه، وصوتكم وحده بيعمل فرق، فصوتوا وخلوا نجمكم يلمع. خلونا نتوقف مع بريك ومن بعده منتابع سهرتنا. جرح الماضي بعد عم يوجعني.
شايفني مش عم ببكي مش انت خليت دموع اذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع اذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع كانوا كلهم مميزين وكلهم فازوا بالتوب 1 والرحلة كانت على الأرز لتمضية أحلى عطلة على التلج. عطلة على التلج كانت بانتظار الطلاب مع تويوتا إيجيبت. ويك أند غير شكل، ويك أند أبيض بمنطقة الأرز ببشري بشمال لبنان مع العاصفة الثلجية اللي حملت اسم فلاديمير. انطلق الموكب باتجاه الأرز، نحن وصلنا على نص الطريق والعاصفة فلاديمير وصلت بكل قوة، لكن ما كنا نتراجع والإصرار إن نقضي ويك أند حلو كان أقوى من العاصفة والبرد. ساعات من المواجهة مع العاصفة وصلنا على الأوتيل. هنيك كان الجو دافي والاستقبال أدفى. وأطيب غدا كان بانتظارنا. على الرغم من المسافة صعبة والبرد والكلام ده، بس المناظر اللي كنا شايفينها واو. انا عمري ما شفت حاجه كده. انا بالنسبه لي اول مره اشوفها. انا عمري ما شفت حاجه كده. يلا خلينا يا شباب. وهيك طقس، شو في احلى من الجمعه حول الشمينة والبطاطا المشويه. لك مثل ستار اكاديمي 11 بالعالم ما عنا، وعلى شكله ما خلق ربي وشاف.
أنا أمي الأرز وموطني لبنان وجامع بدمي دين عيسى والنبي. الأرز لبنان، أرز لبنان واجبنا نعملو تخيري علقوها برقان. ليل ورعد وبرد وريح كوني برا مجنوني، تلج مكوم ما بيزيح شرطي عندي مسجوني. وخليك بهالليل مليح نامي مرة بعيوني. بالخارج الدنيا عم ترقص بالثلج الأبيض اللي غطى المكان، وبالداخل كان الرقص والأجواء الحلوة هي اللي بحلاي الجلسة. الكل داخل غرفهم ليرتاحوا، بعكس نسيم وعباس اللي قرروا يتابعوا مسلسل المقالب حتى بالأرز. لكن اللي كان بانتظارهم ما كان بالحسبان. وعيوا الطلاب والثلج مغطى الدنيا، وأطيب ترويقة كانت بانتظاره. كثير في ثلج برا، كثير الثلج عالي. ضلك بالأوتيل. المهم إن هنا الجو دفى قوي. حرارة حلوة ما؟ حرارة 33 تحت الصفر. خلصت الترويقة، صار وقت اللعب. ما كان الطالب فيهم يغادر قبل ما يتركوا ذكرى إلهم بهالمكان، فما كان أمامهم إلا يعملوا رجل الثلج، أو خلينا نقول ما يشبه رجل الثلج على طريقة الطلاب. الطلاب غادروا الأرز لكنهم تركوا قلبهم فوق مع كتير من الذكريات الحلوة واللحظات اللي ما رح ينسوها. نتمنى أنه هالرحلة تكون رجعت لكم النشاط لتكملوا مغامرة ستار أكاديمي بحماس. أمير، كل طالب عم نخسره وعم نخسر صوت حلو ومشروع نجم، كيف لازم تكون أولى خطوات خارج الأكاديمية؟ موضوع كبير يعني، بس هحاول ألخصه. هو الأكاديمية تديهم الشهرة مش هتديهم النجاح. المفترض أن هم لما يخرجوا ينجحوا، عشان الشهرة مهما لو ما فيش جنبها نجاح هتبتدي تتآكل، هتخلص بعد وقت. النجاح ده محتاج ان كل واحد فيهم يبقى عارف ان لازم يبقى ليه شخصيه فنيه، ليه مشروع فني اللي في اطاره هيختار الاغاني بقى، سواء كلمات او الحان او توزيعات موسيقيه. لان لو كل واحد فيهم معرفش يلاقي لنفسه شكل هيتوه وسط الزحمه الكبيره اللي موجوده دي. اهم حاجه لازم من وجهه نظر يشتغلوا عليها، هو هيبقى مين، هيبقى شكله ازاي، هيختلف عن الناس الموجودين ازاي. دي اهم حاجه. نعم. احنا زعلانين، في ناس كتيره بيبقوا زعلانين في السوشيال ميديا، اصوات كتيره بتطلع، بس نعم. ما شاء الله السنه دي عندنا يعني رافعين راسنا، وفي حيره كبيره بتبقى في التسميات وفي النومينيشن. بس بقول لهم ما يزعلوش، لان اللي كمل او اللي ما كملش النجاح مختلف تماما على اللي هيكمل ويوصل فاينل، ومين اللي هينجح وهيكمل في حياته دي مختلفه فعلاً. تماما يعني. مزبوط مزبوط. شكرا لك امير. اما هلا على المسرح بيجتمعوا نسيم ومروان ليغنوا سوا الوردي جميل. جميل جميل
Don't go away. From Jamaica to the world, it's just love. It's just love.
جيم. شكرا لك دينا. مدام ماري عندها أكثر من وظيفة بالأكاديمية، هي مش بس أستاذة غناء، هي كمان مفتشة من وزارة الصحة. تعي بنتي تعي، ما تخافي ما تخافي. مدام ماري الكل بيعرف شخصيتها الحنونة والمحبة مع الطلاب، إنما هالشخصية المقربة للقلب عندها وجه آخر لما بتكشف عنه. صدقني بتفضل ما تكون قريب، لأنه نظافة عندها خط أحمر. ياي هاي مين ترك الدنيا هيك والكاتشب هيك؟ منقدم لكم مفتشة وزارة الصحة بالأكاديمية
موسم رشح وهالتلاميذ بتضلها ساخنة ما بيمتركوا أبدا. وفوق كل هالشي حرارة. هولي شو مدبق عين عليهم؟ صوبنا الطاولة بعدين نقعد نحكي. وحتى تكمل مهمتها أطلقت أكثر من حملة بين الطلاب، حملات تفتيش وحملات تنظيف. من دون سابق إنذار مدام ماري فيها تترك الصف وتتوجه لغرف الطلاب لتقوم بالكبسة. بيطلع معكم بدي شوف الأوض. لا 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 كبسة كبسة وصلت مدام ماري تفتيش وزارة الصحة. تفضلي. أنا مثل أمهم بدي أعمل كبسة عليهم، كل شي بده يضل معقم ومنظف. تفضلي. يا الله. هي أول مرة فوت على الأوض. منيح. مش هون اللي بدي شوف. بلا هون لا. هون اللي بدي شوف. لا. بدي خبرك شي رفايق. قليلة. ما بتكمل الشهرة إلا بالترتيب. إيه بترتيب أول شي العقل، ترتيب التياب والأغراض والتنظيم. عم هيدا شو هيدا؟ طلعت على اوضه الشباب عينكم ما تشوفوا. او لا 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 اوه اوه هي لمين تحتهم بالارض. اول شيء شلوا شل اول شيء شلوا لي الصرامه ما مدعس عليهم. شلوا لي شيل هيك بالجرح. هيدا عباس لعباس لك المناشف لك المناشف هون نضاف المناشف. دخيلكم ميكروبات كيف بتحط المنشفه على الارض وميكروبات ورشح ويي ويي ويي. دخيلك يا مدام ماري اعتقينا. تعي شوي تعي. انا رايحه لا ما بتروحي بدي اعلمك هون. ولا تو في سا تو في سا ما بوكا بدكم تتجوزوا. ايه اول شيء زحله هولي كلهم كلهم زيحوا زيحوا. لا شيء ما مش معقول بدك تزيح كل هول. يلا 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 بدي خبرك شغلي هو الترتيب يلي بيوصل الانسان. مدام ماري تخليك تشعر بالذنب وهي مبتسمه. بدها فوكاليز غناء تمثيل رقص ونظافه وترتيب وزواج. مدام ماري كده اوفر تو ماتش. يلا اعطيني اعطيني هون اعطيني. بس هيدا مين هون؟ مروان. هذا مروان هيك؟ ليه ليه قصير؟ بعدين لا ما خلصنا فني 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 لوين مدام ماري؟ فني فني ما بلاش يا مدام ماري بلاش. افتكري ان احنا قلنا لك بلاش تقول لنا لا انا لازم دلوقتي اشوف. خلاص انت حره مدام ميري بامرك اطلعي شوفي النظافه وشوفي الدنيا مرتبه ولا لا. او لا 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 بس ما تزعقيش ارجوك. هيدا شو هيدا حره بامرك تركيهم بكره. لا انا ما في بكره. شفتها لما مدام ميري عم تبهدل الشباب فرحت. فجاه صار بدها تروح لغرفه البنات كده. يا حنان شو بدك تلحقي؟ وين اغراضي؟ مش الي هيدولة. هولي لمين هول؟ هيدا يا حرام دينا. يا محلى الشباب. تعي شوفي انا امبارح كنت بدلق. يا محلى الشباب تعي لحتى تصدقيني. ها هول لمين هول؟ تعي تعي امبارح كنت عم بعملهم هيك اجى دكتور. ايه؟ ما كملتهم. ها طيب. شفتي هلا مثل الشاطره بدل ما تقعدي معهم اوكي تعملي لي اياهم كلهم. حياتك مرتبه. لا هول لمين؟ دينا. اه هول دينا. طيب اوكي هلا ما بتظهري من هون الا تتخلصي كل شيء. اوكي يلا يلا هلأ زمطوا مرت التاني قصاص مدام ماري تنظيف وتعقيم وغنى سليم. مدام ماري بعد الكبسة شو كتبتي بتقريرك؟ كتبت إنه الواحد الإنسان بيتعلم إذا بيشوف غيره مرتب. وهيدي كتير مهمة. مشان هيك بطلب من الأهل ما يكونوا سهلين مع أولادهم لأنه بتكلفهم غالي بس يكبروا وبس يتجوزوا. نعم شكراً مدام ماري. كلوديا شو تعليقك على اللي شفتيه؟ جرسة. شو بدنا نقول؟ جرسة.
بس لا لا انا بدي اقول شيء، مش معناتها انه هن هيك ببيوتهم، هلا هن هون لانه مزروب، انا على طول بدافع عنهم لانه مزروبين وعم يتسلوا، بيتسلوا بانه بيلعبوا بهالتياب وشو بعرف نجرسة، مش فاضيين لهيك شيء، مركزين. شكرا كلوديا. مشاهدينا كثفوا تصويتكم وما تترددوا تقولوا كلمتكم عبر الارقام باسفل الشاشه لتخلوا نجمكم يلمع. اما نحن فمنرحب من جديد بالنجمه مايا دياب.
حبيبي وينك شوقت ذوقي وينك حياتي صعبة صارت مشتاق عيني العين أكاديمي. عباس ورافيال دايما افكارهم بتاخذهم لبعيد. تحيه كبيره تحيه كبيره وانا وسهلا فيكم مطعم شباب لبلب لبابا مع مدير الصاله محمد عباس. اهلا وسهلا فيكم في احدث حفلات النير مع المطرب الشعبي نجم الاغنيه الشعبيه نجم الموالد نجم المهرجانات نجم التاكسيات نجم الميكروباصات النجم الشاب رافائيل جبور. بكل جلسة عندهم فكرة جديدة ومشروع جديد من آخر مشاريعهم راديو ستار أكاديمي إذاعة ما بتشبه غيرها. وصلت زقولة 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 دينا عادل دينا عادل وصلت النجمة الأولى لسلي مدام لسلي وصلت إلى استوديو ستار أكاديمي 11 وصلت لسلي زقفولة
لأنه ما فيهم يتواصلوا معكم، صار فيكم أنتوا تتواصلوا معهم عبر البرنامج الإذاعي الأول حلمي تحلك. حلمي تحلك، حلمي تحلك، حلمي لحلك. مشاكلكم، همومكم، كل شيء حينحل عنا بس ببرنامج حلمي تحلك. نعم تفضل انت على الهواء. انا كان عندي مشكله. شو مشكلتك تحديدا؟ اذا تريد اذا دق لا تمزح نحن على الهواء. كنت بحب واحد هذا 5 سنين الحب سابتني دمرتني حرقت شو اسمها؟ قادر تقول اسمها؟ قادر محمد تقول اسمها؟ قادر على الهواء قدام ملايين العالم عم تسمعنا تقول اسمها مين لي دمرت لك حياتك؟ ما اقدرش اقول اسمها بس ممكن اسميها ته. ته؟ ناخذ اتصال جديد بنقول الو. الو؟ ايوه تفضلي. ايه استاذ رفايل؟ اهلا اهلا، اهلا بالصوت اللطيف. ايه انا مخطوبه بقالي 3 سنين، بحب خطيبي جدا. عيد ميلاده بكره. هو أنا كان نفسي إن أنا أجيب له هدية قلت لك لما أسألك أجيب له إيه؟ حبيبتي مغلطة بالرقم أنت، فكرتيني 1 دولار أو شيء؟ بنهاية حلقتنا لليلة بدي أطلب من مستمعينا يتمسكوا بالحياة، يكون عندهم أمل وشغف واستمرار، خلي يكون عندكم إيجابية بالحياة. برنامجي حدكم لو شو ما عزتوا. من عندي منبع الأمل، منبع الحياة، حلني تا حل لك. بنتي كيف شفتي إذاعة الأكاديمية؟ يعني شفنا نحن هون بالأكاديمية عم نأمن لهم شغل بعد الأكاديمية. مش ضروري بالغناء. في حال إيه مش ضروري بالغناء. يعني في حال سكرت معهم بيفتحوا الإذاعة مثل ما هي، نفس الاسم، نفس المواصفات، نفس البروجرام، وشوفي قد رح يمشي هيدا. لأنه ما في حدا بلبنان وبرات لبنان ما عنده مشاكل. شكرا بتي. أمير كيف برأيك الطلاب فيهم يستفيدوا من كل المواهب خارج الأكاديمية؟ اي موهبه اضافيه غير الغناء بتنفعهم، بالذات المواهب المتصله بشكل مباشر زي التمثيل، العزف. انا شايف في ناس فيهم كمان بتحب تلحن تكتب، كل ده هينفعهم اكيد طبعا في شغلهم في المستقبل. وبشوف ان حتى المواهب اللي ممكن تكون بعيده عن الغناء بتثقل تجربتهم نفسها، بتخليهم يعني بقى عندهم ثقة أكتر في نفسهم، وبتوصل للجمهور بعد كده بشكل غير مباشر. وهما ما شاء الله يعني مالتي تالنتد، بالذات في التمثيل برضو. بيتي تاني هشكرها لأن كمان أدائهم في التمثيل بيتطور. برافو بيتي. نعم. وبرافو اليوم كله. نعم شكرا لكم كلكم. أما هلأ على المسرح هايدي رح تغني الأماكن. والعيون اللي انا رسم فيها خيال
شكرا هايدي. بذكركم مشاهدينا انه التصويت لدينا ورافائيل انتهى، النتيجه انحسمت، فمين منهم رح يرجع على الاكاديميه ليتابع حلمه؟ نعرف بعد بريك. من ستار اكاديمي بالتابع، ومسرحنا رح ينور بحضور ضيفتنا النجمه مايا دياب.
النجمة مايا دياب، شكرا كثير لحضورك معنا الليلة، نورتي سهرتنا. مايا تمنياتك للطلاب قبل ما نودعك. ثانك يو. أول شيء أنا انبسطت كثير بهيدي المشاركة، وكل سنة ستار أكاديمي أكبر من سنة وأحلى من سنة. طلاب هن وشطارتهم، قد ايه بيسمعوا للأساتذة وقد ايه بيسمعوا ملاحظات وقد ايه بيتعلموا بهيدي الأكاديمية، بيتقدموا أكثر بالحياة. سوري ما في نفس، بحبكم. نورتينا مايا، أهلا وسهلا فيكي، شكرا لك. ضيفة البرايم 13 النجمة مايا دياب. ثانك يو مايا. اللحظة الحاسمة وصلت، بدي أطلب من رافائيل ودينا يتفضلوا لوسط المسرح. رافائيل ودينا صاروا بوسط المسرح وناطرين قراركم. هن يلي صاروا بيعرفوا هالوقفة كثير منيح. فمين منهم نال أعلى نسبة من التصويت؟ الكلمة الفصل يلي قلتوها الليلة مشاهدينا بعد شوي رح نشوفها على الشاشة. مشوار دينا ورافائيل بالأكاديمية شاهد أداء كانوا بكامل نشاطهم وحيويتهم وعم بيتميزوا من بين زملائهم. لكن لكل شيء نهاية ومع بداية جديدة، أحلام بتخلص وبتبدأ أحلام جديدة، وهيك هي الحياة. وللبرنامج أحكامه يلي ما فينا نتخطاها. دينا ورافائيل أو زينات وطانيوس، اثنيناتهم كانوا مصدر للفرح بالأكاديمية، اثنيناتهم كانوا سند لزملائهم. بهالأثناء كل لحظة عم تمرق كأنها سنة على رافائيل وعلى دينا، لأنه اثنيناتهم عندهم الأمل إنه يرجعوا ويكملوا حلمهم. رافائيل من لبنان قدر خلال الأسابيع يلي قضاها بالأكاديمية يبرهن عن طاقات كبيرة، ودينا من مصر بكل حماس تخطت مراحل كثيرة بالبرنامج. بعرف إنه مش سهل تسمعوا هالكلام يلي بيطول، لكن القرار مش مني أنا، هون كمان على أعصابي ناطرة حكم الجمهور. والنتيجة رح تظهر بعد شوي على الشاشة. لكن مين ما خرج الليلة منكم رح يكون ربحان. ربحان محبة الجمهور الكتير كبيرة من كل الوطن العربي، ومحبة وتقدير من الأساتذة وفريق العمل، وهيدا أهم شيء. رافائيل ودينا جود لك لإلكم. دينا ورافائيل اثنيناتهم نجوم دخلوا قلوب الجمهور العربي والفانز ناطرينهم. النتيجة رح تظهر بين تكي والتانية على الشاشة. دينا من مصر، رافائيل من لبنان، مين رح يكمل المشوار؟ مين رح يتابع مغامرة ستار أكاديمي؟ ومين رح نودع الليلة؟ رح تطلع النتيجة إذن. مبروك لرافائيل من لبنان. إذن رافائيل من لبنان مشاهدينا بيرجع بيكمل المغامرة، ومنودع الليلة دينا من مصر. بيبقى مشاهدينا انه قضيتوا معنا اوقات حلوه، ما تنسوا تتابعوا دعمكم للطلاب يلي بيستاهلوا يفوزوا بلقب ستار اكاديمي وبجائزه ال 100,000 دولار تقدمه تويوتا ايجيبت. انا بلاقيكم بكره بيوميات ستار اكاديمي، كونوا على الموعد، تصبحوا على الف خير.